السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وبركة من هنا من جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن لنسخته الثامنة لعام 2023 في هذه اللحظات. شكرا لملكنا لقائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أطال الله بعمره يا رب العالمين. كما نشكر سمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اللهم أحفظ سمو سيدي ولي العهد قائدنا وعربتنا وملهم الشباب. يا ولي العهد ناقف تحية واحترام، يا الأمير اللي بطيبه مع الناس اشتهر، طول الله عمر من هو على الماجوب قام، عز ملاك الهجن نشكره كل الشكر. هكذا أيها الحفل الكريم، أيها المتابعون الكرام عبر الهواء مباشرة، شكرنا لنادي الإبل والشكر لشركاء النجاح دائما وأبدا في جميع ميادين المملكة العربية السعودية، الشكر للاتحاد السعودي للهجن. هكذا وعلى بركة الله وتوفيقه أعلنت قبل لحظات أول أشواطنا شوط اللقاية، لقاء اللقاية مع أول أشواطنا المسائية. تحضر الأسماء والشعارات من أجل خوض معركة من أجل الانتصار والظفر بنماس هذا الشوط، بحثا عن المجد التليد. أسماء تتواجد حاضرة من أنحاء ميادين الخليج. الخمسة كيلومترات هي الرحلة الاستثنائية الطربية في هذا المساء، نسير لنتابع وتتابعون الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، الأسماء المتصدرة لهذا المشهد. أول العناوين، أول الأسماء، هنا محمد بن عتيق بن شامس العامري مع سمحة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، مع سمحة مع مقدمة الشوط الله يسمح دروبها. بينما المركز الثاني من الجانب الآخر بدأت تتسلل في هذه اللحظات، تتسلل على حساب الجميع، مع هنا من الجانب الآخر شعار سعيد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبية مع نهب تحضر في مساء الذهب. المركز الثالث هنا الشرقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسية مع بحور، من تبحر في هذه اللحظات في سماء ميدان الملك عبد العزيز. المركز الرابع من الجانب الآخر نتابع وتتابعون المجريات والأحداث الحاضرة في هذا الشوط. رابعا شعار عبد العزيز بن سيف بن علي بن سويلم الكتبي مع وجل، وخامسا خامس الأسماء هنا شعار محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي مع سيرة على المركز الخامس. هكذا هي الخماسية المسية المتقدمة والمتصدرة لهذا المشهد مع أول أشواطنا للقاية وفي لقاء اللقاية وفي مواجهة اللقاية. الله الله يا هذا الشوط، أسماء قادمة بدأت بالظهور والاقتراب في هذه اللحظات، بدأت تقترب الأسماء، بدأت تقترب الشعارات. الكل يبحث عن النوماس وعن الانتصار، جائزة ثمينة نقدية للفائز بالمركز الأول. لكن البداية، لكن الصدارة، الصدارة مع بحور، من بدأ تغير إلى مقدمة الشوط بقيادة الشرقية بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي. الحرسوسي غير المجريات، لكن في هذه اللحظة سيرة، وصلت سيرة، وصلت من تحت المركز الوصافة، محمد بن سعيدان بن فواز العتيبي مع
مقدما لنا سيرة، سيرة بدأت تتسلل بإنجازاتها وبحضورها وببطولاتها، سجل حافل. لكن الوصول، الوصول في هذه اللحظات مع منصور، منصور تأتي براية الانتصار في هذه اللحظات، غيرت منصور، غيرت في هذه اللحظات. جابر بن راشد بن جابر بن سعد المرسان الهجري غير مع مقدمة الشوط ومع الصدارة ومع البداية الأولى مع منصور، منصور غيرت. والقادمة في هذه اللحظات وصلت شلفة، فاران بن عتيق بن محمد البريد المري مع شلفة، وصلت شلفة، وصلوا أبناء دولة قطر، أبناء التحدي يحضرون في مساء التحدي. من هنا تبدأ المواجهة الحقيقية في لقاء اللقاية، في لقاء مثير. الله يا هذا الشوط، بدأت الأصايل بالمواجهة من أجل الانتصار، من أجل الظفر بنوماس يا هذا الشوط. الله الله يا منصور، منصور في هذه اللحظات مع مقدمة الشوط ومع صدارة الشوط، شلفة تحتل الوصافة، بحور تقترب في هذه اللحظات، تقترب ونقترب 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 عن الفائز في مساء هذا اليوم مع بوابة الكيلو الأخير، بوابة الكيلو المثير بقيادة منصور، بحضور منصور، بتواجد منصور. لكن 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 يوه، الله يا شلفة، الله يا شلفة. هنا فاران بن عتيق، فاران بن عتيق البريدي، هنا هنا مع البطلة شلفة، مع شلفة اللي طارت من أماس هذا الشوط، يضرب بيد من حديد مع أول أشواطنا المسائية، مع شلفة، مع شلفة. لا ترضى إلا بالانتصار، إلا بالنوماس، إلا بالفوز، إلا بالصدارة. يعشق الصدارة، يعشق الصدارة، يعشق الأشواط الأولى الرئيسية. يحضر شعار فاران، فاران بطل من أبطال هذا الميدان، يحضر بكل أداء فنان، بكل أداء فنان بين أركان وأقطاب هذا الميدان. لكن بحور اقتربت، اقتربت بحور في هذه اللحظات على المركز الثاني. لكن شلفة، 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 فاران بن عتيق بن محمد البريد المري، السلام إلى دولة قطر، إلى أبناء التحدي، إلى أبناء الشحانية، تهانينا وألف مبروك لفاران بن عتيق بن محمد البريد المري مع شلفة، بطلة لأول أشواطنا في هذا المساء. تهانينا وألف مبروك لا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني بحور، من احتلت المركز الثاني بوصافة هذا الشوط؟ الشرقي بن حمودة بن الزفنة الحرسوسي مع بحور. والمركز الثالث منصورة راشد بن جابر بن سعد آل مرسان الهاجري مع منصورة. المركز الرابع شعار سعيد بن بطي بن محمد الحسن المري مع هواشة. وخامسا محمد بن عتيق بن شامس العامري مع سمحة. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، هكذا كانت النتيجة، وكان شعار فاران بن عتيق بن محمد البريد المري بطل لأشواطنا الرئيسية في الفترة الصباحية، وكذلك يكرر الإنجاز مع أول أشواطنا في الفترة المسائية، بطل من أبطال هذا الميدان. يحضر في هذا المساء فاران بن عتيق بن محمد البريدي المري مع شلفة. نتابع توقيت شلفة مشاهدينا الكرام، 7:41 92 جزءا من الثواني، هكذا كان توقيت شلفة متابعينا الكرام. المركز الثاني فكانت بحور، وتوقيت بحور مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء الأفاضل.